مرحبا بكم من جديد 8:16 دقيقة على إيفام أحلى غاديو. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من سات نوف معكم ملك بكيري حاتم بالحاج رانيا تومي بديعة بن جمعة وأكيد نكملوا معكم أخبارنا نكملوا معلوماتنا نكملوا مع ضيوفنا زيادة اللي يكونوا معنا عبر الهاتف ونحكيوا على أجور الشهور القادمة أو الأشهر القادمة مش تكون موجودة ولا لا مش نحكيه على هل تلتجأ الدولة لطباعة الأوراق المالية كحل وقتي لتفادي الوضع الخطير والمتأزم على المستوى الاقتصادي وين ماشيين مع المنحين الدوليين برشا أسئلة أنتم طرحتوهم علينا وإحنا بدورنا نطرحوهم على ضيفنا اليوم في الماتينال عبر الهاتف عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي صباح الورد سي عز الدين مرحبا مليك صباح النور صباح الورد الحمد لله شكرا لك على تلبية الدعوة الهاتفية هذه ما غير مقدمات يا عز الدين سعيدان برشا مواطنين يسألوا نظرا للوضع اللي عايشين فيه على المستوى الاقتصادي ونظرا للأزمة المالية الموظفين يستناو شهريهم كاملة يستناو شهريهم متأخرة ما يستناو الجملة هل باش تكون عندنا أجور في الأشهر هذه القادمة أم لا نعم سيكون هناك أجور في الأشهر القادمة أي الحمد لله السؤال في الحقيقة ما هو وضع المالية العمومية الآن في تونس بالضبط تفضل المالية العمومية تمر بصعوبات كبيرة وغير مسبوقة في الحقيقة وميزانية 2021 ما عادش تعكس الواقع التونسي حتى درجة وحاجيات الدولة من النفقات من هنا لنهاية السنة تقدر بتقريبا 20 مليار دينار نيش يجيبوهم هذو مليار دينار أو شو قلت بسرعة شنية 20 مليار دينار أول شيء ساعة عندك 8.5 مليار دينار من الأجور 1.7 مليار دينار كل شهر 5 أشهر 8.5 عندنا تقريبا 5 مليار دينار مستحقات الدين العمومي عندنا تقريبا 2.5 مليار دينار نفقات الدولة العادية ونفقات صندوق التعويض وما ننساوش أنه زوز قروض اللي خلصناهم في 23 جويلية وفي 5 أوت الحقيقة ما خلصوش نهائيا لأنه خلصوا بقروض من عند البنوك ومن عند البنك المركزي ب 2.8 مليار دينار لابد أن الدولة أيضا تخلصهم في 20 أكتوبر وفي 5 نوفمبر فبالتالي السؤال الكبير هو منين؟ بالضبط خاصة وأن تونس الآن يعني محادثاتها مع صندوق النقد الدولي متوقفة تماما وتونس ليس لديها حكومة الآن اللي من شأنها تتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتكون هي الطرف المقابل مش موجود وبالتالي الوضع أصبح صعب جدا والبنك المركزي دخل في عملية ما يسمى بطبع الأوراق بلان شابيي وما يطبعش فعلا أوراق نقدية لكن يطبع فلوس اللي قدمها للدولة أو اللي قدمها للبنوك التونسية أو قدمها للدولة عن طريق البنوك التونسية جوستومون طباعة الأوراق المالية اللي خلاص الأجور مثلا نعطي إكزامبل هل هي حل تنجم تكون حل وقتي لتفادي الكارثة أم أنه ربما يزيد يعمق الأزمة اللي احنا عايشينها اليوم هو من نوع الحلول الخطيرة جدا نعطيك مثال الأجور نتاع شهر 7 شهر جويلية ما كانش فما موارد كافية باش يخلصوا وبالتالي الدولة التجأت إلى إصدار رقاع خزينة قصيرة المدى على 3 أشهر بعتهم للبنوك التونسية وخذت مقابلهم فلوس ولكن البنوك التونسية أيضا ما عندهاش سيولة البنك المركزي اشتراها من البنوك في نفس اليوم ولكن هنعرف هو البنك المركزي ما عندوش فلوس هو ومعد إصدار طبعا هو اللي يصدر العملة ولكن ما عندوش فلوس خاصة به مش يسلفها للبنوك ولا يسلفها للدولة وهذا يعني أنه الكتلة النقدية قاعدين يزيدوا في كمية الفلوس للدور في الاقتصاد دون أن يكون هناك مقابل بتاع نمو اقتصادي او نشاط اقتصادي او خلق ثروه اضافيه وهذه من الحلول القصوى والحلول الخطيره جدا لانها تمس بكل التوازنات الاقتصاديه والماليه وبالتالي نحن الحقيقه في امس الحاجه الان الى قانون ماليه تكميلي الى رؤيه واضحه بخصوص قانون الماليه بتاع 2022 وهذا كل يتطلب منا شنو هو يتطلب يعني ان تكون هناك حكومه في تونس وان يكون لهذه الحكومه برنامج واضح وان نحاول أن يعني نعيد التفاوض والحديث مع صندوق النقد الدولي ومع كل المانحين الأجانب إن الآن يعني انتفت تقريبا الحلول المقبولة والعادية والتجينا إلى حلول خطيرة جدا الحقيقة
شكرا لك عزدين سعيدان الخبير الاقتصادي، شكرا لك على مداخلتك معنا. هذايا تقريبا فيما يخص أسئلتكم حول خلاص الأجور موجودة، لكن الوضعية صعبة جدا مما يقتضي قانون مالية تكميلي وما يقتضي أيضا إرساء حكومة. هذا اللي قاله لنا عزدين سعيدان منذ قليل. هو يحب على خريطة الطريق، يقول لك هكا معناها هو مجمع اللي يحبوا على خريطة الطريق، لكن معناها في وقت من الأوقات يظهر لي لازم خريطة الطريق. لا 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 أنا يظهر لي اللي قالوا الكل نقولوا فيه عنا 10 سنين. اللي قالوا معناها العبد الكل عرفته، اللي حكيت طباعة الفلوس باستعمال انفلاسيون، ولو انه امريكا مثلا طبعت في الكوفيد اما عندها اقتصاد قوي. التدين ما تنجمش تدين انت بلاد تدين، طب مثلا اليابان مدينة بنسبة كبيرة، ما عندها الديون، شكون اللي عندهم الديون؟ هما اليابانيين، هما اللي سالوا كيما بورقيبك العام، ما نعرفش كان فما ناس تتفكر، تسلف من عند علي مهني اللي كان مقاول وكان معناها من اغنى ما فما معناها في تونس. اما معناها الدينة الدولة، وقعد كان فما مثل يقول لك علي مهني مسلف الدولة، حاجة كبيرة. توا نحن المانحين وتمشي للفامي معناها باش تتصلح ولا باش تحاول تنقذ روحك من الديون بديون جديدة. هذاك اللي عرفتك اللي داخل في حيط، فما ناس مثلا يدخلوا في حيط يبدا شريكة نتاعو فالسة خاطر خياراته غالطة، وخاطر ما يعرفش يتحكم في الشريكة نتاعو، وهو يتسلف للي توقف الزنقة بالهارب ويفلس. نحن يلزمنا نستنبط مقاربات جديدة، والاقتصادية راهو فما شباب عنده أفكار جديدة، فما ناس قارية بيكيتي، فما ناس لو ريفوني يونيفرسال ينجم يكون زاد يخفف، فما أفكار جديدة. راهو ما نقعدوش نلعبكو ديما فرد الحكاية ودرا شنو والرقاعية نلتجأ إلى الصناديق، هيك الصناديق الحالة اللي وصلنا لها استسهال الحكاية هذايا، نلتجأ للصناديق. ما عندكش ثروة، ما عندكش إنتاج قاعد يدور وقاعد يخلق في الثروة، هذيك المشكل. دونك تضطر انك تدين وتضطر انك تمشي للمنحين الدوليين، وهذا بخلاف الفساد العمومية وغياب الحوكمة والاقتصاد الموازي اللي كلامي انت قصولك. انت كمواطن تونسي كي تعرف الاداءات نتاعك مثلا ماشية في تحسين البنية التحتية، ماشية في تحسين خدمات السبيطارات، بيان سور باش تحشم على روحك وتخلص. اما كي انت تدفع في اداءات باش تخلص فاسدين سياسيين فاسدين، باش فلان وفلتين وكل شيء يمنع من القانون، باش قاضيه ما تقمش ايقافها وهي تحوس بالدوفيز في كرهبتها، وقتها تبدا انت بيدك تحاول تتشقلب مع الحاكم. باهي نمشيو للقيام.